ريت يكون في منتزه، لأنه يعني في ملل كثير يعني عند أطفالنا وهيك، نضطر نطلع لبرا يعني. فإذا بيكون في منتزه بيكون عندنا أحسن يعني. بالنسبة للمكتبة عندنا الطلاب اللي تبعين الجامعة، حتى اللي قاعدين في البيوت بحبوا يعني يتثقفوا، بحبوا يطلعوا على معلومات، أي معلومات يعني الواحد بيستفيد منها، يا ريت يكون فيه. يعني بده منتزهات يعني، في أنا شوفير عمومي سائق عمومي، نطلع برا يعني، بيجوا ناس أساس يطلعوا منتزهات برا على نابلس وجنين وعلى رام الله، ويعني بده عشان يتنزهوا وغيروا جو الناس، يعني بيلزم منتزه في البلد. يعني احنا بنطالب يعني كنا بنطالب انه يكون في منتزه في البلد. اذا بدي كتاب بدي مكتبي، وفي مكتبي مش موجود في البلد مكتب، يعني الا المكاتب الصغيره هي تبعت المدارس واشياء زي هيك، والاغلب بتلاقي فيها كتب. يعني في كتاب معين بدك اياه مش رح تلاقيه، بدك تنزل على المدينه وبدك تروح مثلا توصيه على مكان ثاني تيجي. من ناحيه المنتزهات طبعا فش منتزهاتنا، ظهر الدور عندنا احنا، يعني نطلع ظهر الدور وهي منتزهاتنا، يعني فيش لنا منتزهات بالمره. تفتقر لمنتزه، تفتقر للالعاب، للالعاب للاطفال في الشوارع، تفتقر لمكتبه عامه كمان. بنروح احنا على منتزهات العالم الثانيين لما الواحد بيطلع، بطالب في منتزه هون، بطالب في شغلات كثيره وناقصه البلد. بلشنا في فعاليات للمنتزه بعمل مناطق للألعاب بالأطفال وألعاب كهربائية ومناطق للجلوس العائلات، وإن شاء الله هذا الموضوع خلال أنا بتوقع خلال 4 شهور سيرى النور وسيتم افتتاحه بإذن الله تعالى. مكتبي في عنا مكتبي بس غير يعني فاعلي بالشكل المطلوب. إحنا بنعمل على تجهيز مكتبي إن شاء الله في مكان، وفي عندنا مقر تعاوننا مع الشباب الريادي، في عندنا مجلس شباب ريادي موجود في تابع للبلدية، وهذا احنا اوكلنا الامر هذا الى الشباب الريادي